السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ناديه البدويه. اليوم غنقدم معكم واحد الحريشات اللي ساهلين وبساط. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المقادير عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، بيضه، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال النافع، شويه الملحه، معلقه ديال الخميره الفوريه، جوج خمارات، واحد الفاني. والسميده كنحتاجو نص كيلو ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، كاس ديال الفورس. ندوزو الطريقة. كنبداو بكاس تاع الزيت هو الاول، كنديرو السنيده، كنديرو البيضه، كنديرو الحليب، كنطربو هاد الشي مزيان. من بعد كنديرو الفاني، كنزيدو داك المعلقة ديال الزبدة، كنضيفو ديك المعلقة ديال النافع، كنضيفو ديك المعلقة شوية الملحة، المعلقة ديال الخميرة ديال العجينة، كنطربو داك الشي مزيان. من بعد غنخلو السميدة ديالنا، نضيفو عليها داك الكاس ديال الفورس. كنضيفو الخميرات، كنغطو الحرشة ديالنا بالسلوفان، كنخلوها تختمر نص ساعة. من بعد ما تختمر نص ساعة كنطلقاو. أنا رجعت معكم البنات بعد ما خمرت لي الحرشة ديالي، كتجي على هاد الشكل هذا. هاي الجمعات كتبان بحال هكا. وكان فنات كنحتاج جوج كيسان ديال السميده ديال الكسكسو مع كاس ديال الكوك، كنخلطهم مزيان وكنفند فيهم الحرشه ديالي. بسم الله، غنبداو نكورو في الكويره ديالنا. نتوما اللي كتبغوا الحريشات، يا كبار يا صغار، اختيار كيبقى ديالكم نتوما. كيجيو على هاد الشكل، ما كنبسطوهم ما والو. نفندوهم في هاديك السميدة والكوك، كنحطوهم في المول ديالنا. بالنسبة للفران كيكون شاعل من تحت من قبل باش الحرشة ديالنا تجي مشقة. طابت لينا الحرشة ديالنا، كتجي على هاد الشكل، كتجي مشقة وزوينة، كتجي رائعة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، كنقدموها مع القهوة. ثم الاختيار كيبقى ليكم، يا اتاي يا قهوة، داكشي الاختيار كيبقى ليكم نتوما. غنتسناكم وحيدة. كتجي على هاد الشكل، كتجي زوينة تبارك الله. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش جيم. إلى اللقاء.